جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا مستمع من السودان فيقول: فلوس أرسلها لي أخي وحجيت منها، وبعد أن حجيت أردت أن أعيد له المبلغ فرفض استلامه، هل حجي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. حجك صحيح إن شاء الله، وإذا تبرع لك أخوك بهذا المبلغ فلا بأس بذلك، لأنه طابت به نفسه، وإذا رددته عليه وأخذه فإن حجك صحيح، لأن هذا يعتبر من الاقتراض الذي تنتفع به وفي دفع حاجتك ثم ترد بدله. على كل حال حجك صحيح إن شاء الله. نعم.